مع حضرتك، انا سمعت كلام حضرتك كله. انا للاسف الشديد ليا يعني عتاب شديد جدا على لجنه الضبط لدى الاعلامي. للاسف في اللجنه في بدايتها كانت موفقه جدا 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 جدا، مع انها جت في توقيت صعب جدا، في توقيت كان فيه تشاحن غير عادي، وكان فيه رئيس نادي الزمالك السابق كان بي بي بياخد بيسب الناس كلها وبيعمل فتنه غير عاديه وبيتعرض لاعراض الناس كلها، مسؤولين في كل منظومه رياضيه كان الراجل بيتعرض لاعراضهم. ورغم والله ذلك انا مش عايز اتعرض له يا استاذ علاء، لانه مش والله معانا وهو في موقف مش الحقيقه معانا، ما انا عارف. لا ما بيدافعش عن نفسه، فانا مش عايز ادافع. لكن لا لا لكن انا اقصد وقتها كانت لجنه الضبط الاداء الاعلامي كانت ليها مواقف كبيره جدا، شفنا ازاي كانت بتوقف برامج مثيره للفتنه، شفنا اكثر من برنامج تم ايقافه، شفنا انذارات لبعض الزملاء، شفنا ايقاف لبعض الزملاء لفترات طويله جدا، من ما بين شهر وما بين اسبوعين وبين 6 اشهر، وشفنا اعلاميين كتير جدا جدا لجنه ضبط الاعلامي وقفتهم، وكان وقتها الناس استشارت خير، يعني قالت ان ده. لكن للاسف الشديد سيد الفتره اللي فاتت دي شفنا رجعت ريما عادتها القديمه زي ما بيقولوا، بالعكس كمان رجعت ريما بعادات أسوأ من اللي كانت عليه الاول، زي ما حضرتك بتقول. لا بيزنس فعلا، خلاص خلاص احنا دلوقتي لازم نكون صرحاء، لازم نبقى عارفين اللي بيطلع على صفحته ده بيزنس، مش مجرد انتماء، لا ده بيزنس شخصي. اللي بيعمل يوتيوب ده بيزنس شخصي بعيد عن انتماءات، مفيش حاجه اسمها انتماءات، مفيش حاجه اسمها قضايا. شفنا ناس كتيره جدا 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 كانت موجوده في قنوات معينه بتدافع عن نادي معين بشكل معين بطريقه معينه، بمجرد ما خرجت من هذه القناه وراحت قناه اخرى غيرت انتماءاتها وغيرت ارائها ب 180 درجه، لدرجه ان احنا ناس بتتعجب من مواقفها اللي كانوا بيهاجموا ادارات انديه معينه لانهم دلوقتي بيدافعوا عن ادارات الانديه دي. كله بيزنس يا سيد، فعلا هي خلاص بقت يعني اللفظ الدارج انا اسف بقوله لكن متسبوبه اعلاميه، خلاص بقت سبوبه اعلاميه، ودلوقتي كله بيلعب على وتر الفتنه لان ده اللي بيعمل له اكثر مشاهده، ده اللي بيعمل له الربح المادي الكبير جدا. حتى للاسف الشديد اللي بيشتغل في قنوات تبع انديه ما بيكتفيش بالمقابل المادي الكبير اللي بياخده من قناتنا دي، بيطلع عن طريق صفحاته وعن طريق قناه اليوتيوب. يعني انا مدهش جدا ان واحد بيطلع كل يوم على قناتنا دي بيتكلم بال4 5 ساعات، انت مش محتاج انك تعمل قناه يوتيوب تاني، ما انت كل اللي انت عايز تقوله بتقوله على القناه الرسميه، ليه بتطلع تعمل يوتيوب؟ ليه بتطلع برامج تانيه في اماكن تانيه ويبقى وجهه نظرك مختلفه تماما عن كده؟ الناس اصلا يعني الناس الجماهير اصيبت بشيزوفرينيا من متابعه الناس. يعني انا دلوقتي في ناس كتير جدا انا مش عارف بصراحه ده مع ولا ضد، ده متعصب ولا محايد، ده منحاز ولا عنده مصلحه الوطن، انا ما بقتش عارف يا استاذ والله بجد. احنا خلاص وصلنا لمرحله صعبه 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 للاسف. اشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء. الحقيقه انا يعني انا لا اود ان اتعرض لاسماء اي حد الحقيقه، ولا ادافع ولا اهاجم، انا بتكلم عن ظاهره موجوده الحقيقه، ان احنا بدانا نشوف كمان قنوات ومواقع وجرايد ويوتيوب ناس طالع الحقيقه، وانا بنشوف نوع من انواع التحولات، هو كل واحد مسؤول عن اللي بيقوله الحقيقه. يعني الناس اللي كانت في اقصى اليمين بقت في اقصى اليسار، والناس اللي كانت بتقول في الاخرين ما لم يقوله ملك في الخمر النهارده بيعتذروا لهم، كل واحد اضرب مصلحته، هو حر، بس ده لا ينعكس على الناس. الناس الحقيقه بدات تبص للاعلام والاعلاميين. انا ارجوكم يا جماعه، يعني ايه الكلمه، يعني الكلمه دي شيء مهم قوي قوي. انا بس قبل ما اختم الحقيقه عايز اقول ان مجلس صيانه الدستور الايراني وافق على ان في 7 مرشحين يخوضوا انتخابات الرئاسه، واستبعدوا كل رئيس مجلس الشورى علي ريجاني والرئيس السابق احمد نجاد والنائب الحالي لرئيس الجمهوريه اصلاحي اسحاق جهنجيزي من السباق الرئاسي. طيب معايا المحترم الفريق عمان التراث رئيس الهيئه العربيه للتصنيع. سياده الفريق اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك سيدي، اهلا وسهلا. مبروك يا فندم، الواحد سعيد جدا وانتم هتبداوا تعملوا عمليه تصنيع للتابلت يا فندم، وهيبقى متاح.